فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يفعله بعض الناس في بعض المساجد أنهم لا يؤذنون الأذان الأول إلا في شهر رمضان فقط، وأما ما عداه فلا يفعل ذلك، هل هذا من الأمر المشروع؟ هذا لا بأس، هو المقصود الأذان الثاني اللي على طلوع الفجر، أما الأول هذا مستحب، الأذان الأول مستحب، إن أتوا به فهذا خير، وإن لم يأتوا به فإنهم لم يتركوا واجبا، إنما تركوا مستحبا. نعم، لكن الأذان الذي على طلوع الفجر هذا لابد من واجب. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.